أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين، سلطان الأنبياء والمرسلين، وحبيب إله الإله رب العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى العترة الطاهرة والأنجم الزاهرة الباهرة، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه، ونسأله حسن العاقبة وقضاء الحوائج، وأسأل الله عز وجل أن يسجل أسماءنا في سجل زوار الحسين، لسلامة زوار الحسين ومشاية الأربعين، ولأمواتكم جميعا. صلوا على محمد وآل محمد. هذا وعد الله، وعد إلهي لا يتغير، وعد أنبياءه وأولياءه بالنصر وبالتأكيد: إنا لننصر رسلنا، لا الرسل فحسب، والذين آمنوا، لا في الدنيا فقط، في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد. شاءت حكمته تبارك وتعالى أن ينصر أولياءه في الدنيا والآخرة. كتب الله، حكم، فرض، مادة الكتابة مادة مهمة جدا: كتب عليكم الصيام. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما هو مفهوم النصر؟ ربما يتصور البعض أن المراد من النصر الحكم، الحكومة، الجاه، الكرسي. إن هذا النصر أوسع وأكبر من هذا المفهوم. لم يكن هذا،
إن الله عز وجل وعد أن ينصر سيد شباب أهل الجنة وسبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل أنواع النصر، لا النصر في بعد واحد. إن الله نصر وليه الحسين بخلوده، ببقائه وبقاء مبادئه ومدرسته الإصلاحية الكبرى على مر القرون والدهور. هذا هو النصر. إن الله نصر الحسين أن جعل حياته حياة خالدة عامرة إلى يوم القيامة، هذا في الدنيا، ناهيك عن منزلته العظيمة في الآخرة. لما يسأل ذلك السائل الإمام زين العابدين سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، أبوك انتصر أم خصمه؟ قال: إذا صار وقت الصلاة ورفع المؤذن صوته بالأذان علمت من المنتصر. حياة خالدة أبدية نصره بحياة عظيمة لا تتوصل إليها عقولنا ولا نشعر بهذه العظمة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء أحياء ولكن لا تشعرون. وفي آية أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الرزق للحي وليس للميت. كذب الموت فالحسين مخلد. هذا هو النصر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن الله قد عوض جدي الحسين عن قتله أن جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته والإمامة أو الأئمة في نسخة أخرى والإمامة في ولده أو في ذريته. ويقول القرآن الكريم: وجعلها، أي جعل الإمامة، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا هو النصر. تراب، وهل تراب قبر رسول الله فيه شفاء؟ وهل تربة أمير المؤمنين فيها شفاء؟ أو تراب قبر أي إمام من أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين؟ هذه خصيصة للحسين. لما نراجع الخصائص الحسينية للمرحوم الششتري قدس الله روحه نرى العجب العجاب. الله عز وجل كيف عوض الحسين؟ الله ماذا أعطى للحسين وبما خصه؟ زيارة واحدة تجعل الزائر حبيب الله؟ الله أكبر. إذا أحب الله عبدا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا قذف في قلبه محبة الحسين ومحبة زيارة الحسين. إذا أحب الله، أحب الله عبدا، إذن زائر الحسين هو حبيب الله. الحبيب يعني المحبوب، من أحبه الله. لما يخرج ذلك العبد الصالح والولي ويقول: إلهي بحبك لي إلا ما أنزلت علينا الغيث
أنزلت علينا المطر، يعني مطمئن بأنه حبيب الله. الإمام الحسين روحي له الفداء حينما في طليعة خطبته بمكة يقول: رضا الله رضانا أهل البيت، يعني من رضينا نحن عنه الله يرضى عنه. هذا كله نصر. إن الله عز وجل نصر الحسين أن جعله ملكا ومالكا لقلوب الملايين، إنسان يمتلك القلوب ويهيمن على أرواح الناس. كم هو منتصر في حياته؟ بالله عليكم لو فتشنا تأريخ البشرية وجدنا منتصرا انتصر في جولته وحياته كانتصار الحسين سلام الله عليه، هل نعرف شخصا آخر؟ وهل نعرف نصرة أخرى تشبه نصرة الحسين، انتصار الحسين، غلبة الحسين، حكومة الحسين؟ الحكومة، وليست الحكومة على الأجساد وعلى الأبدان، وإنما هي حكومة القلوب. لا نحيط بها علما، لا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح بمعنى الحب، قلوب يعيش الحسين في أعماقها. الله أكبر. ثم نأتي إلى الأحاديث الواردة في زيارته سلام الله عليه. محمد بن مسلم هو الثقة الإمام الباقر، ثقة، يروي عن أبي جعفر الباقر روحي له الفداء أنه قال: من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين أعطاه الله بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة. كم هذه الزيارة فيها عظمة، كم حصيلة هذه الزيارة. ويقول سلام الله عليه: مروا، أمروا، أمر، مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه يزيد في العمر في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، وإن زيارته واجبة على كل من يعتقد له بالإمامة. في عبارة أخرى: وإن زيارته واجبة على الرجال والنساء. خصوصا الأحاديث التي تشير إلى زيارته مشيا على الأقدام كثيرة. أيها المؤمنون والمؤمنات، راجعوا كامل الزيارات لابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد المدفون مع تلميذه الشيخ المفيد في مكان واحد بجوار قبر الإمامين الهمامين الكاظمين. إذا وقفت أمام ضريح الكاظم سلام الله عليه، الكاظمين روحي لهما الفداء، ترى على يمينك شباك، هذا قبر ابن قولويه والشيخ المفيد. راجعوا لنتوقف عند الأحاديث الواردة في فضل زيارة الحسين، خصوصا زيارة الأربعين. الإمام العسكري عد زيارة الحسين في الأربعين، زيارة الأربعين من علامات المؤمن. من هو المؤمن؟ الشيعة الخلص لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. والزيارة تأتي مباشرة بعد التوحيد. علامات المؤمن خمس: صلاة 51 وزيارة 40.
دائما الحسين سلام الله عليه يأتي بعد النبوة والتوحيد. ثم ننظر نظرة أخرى لنرى أن هذه المسيرة والجموع التي تجاوزت حد الحب، للحب حدود، الحب المطلق هو حب الله عز وجل. ما هو الحب؟ نفحة سماوية لا نحيط بها علما كما مر عليك يسألونك عن الروح، لا نعلم ما معنى الحب. ما هو الحب؟ الحب في ذاته عمل قربي وله موضوعية لا طريقية. ولذلك أنزل الله عز وجل في كتابه العزيز 90 آية، 90 آية في الحب، وكل حب محدود. أنت تحب أباك، تحب أمك، تحب أخاك، تحب ولدك، تحب صديقك، لكن له حد. في رواية أقبل شخص وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه، فقال له النبي: ما لي أراك هكذا تنظر إلي؟ قال: سيدي يا رسول الله، ظمآن، عطشان، عطشان في حبك، أريد أن أرتوي، أريد أرتوي. قال: أتحبني؟ قال: إي والله. قال: أتحبني بمثل أبيك؟ رسول الله يقول له، قال: بل أكثر. قال: أتحبني بمثل أمك؟ قال: بل أكثر. قال: أتحبني بمثل نفسك؟ مثل ما تحب نفسك تحبني؟ قال: بل أكثر. فقال صلى الله عليه وآله: أتحبني بمثل ربك؟ قال: لا سيدي، أحبك لله، حبي إليك هو حب الله، هذا هو الحب المطلق الذي ليس له حدود. لما قال أحبك لله، أحب الله أكثر، تبسم رسول الله في وجهه وأشار إلى أصحابه وقال: تعلموا منه، فهذا هو الحب الصحيح، هذا الحب الصحيح. إذن حب الحسين نابع من حب الله، هو ولي الله، هو حجة الله، هو خليفة الله، هو ثار الله. الله مباشرة تصدى لطلب ثأره. نعم، لذلك ما ترون أيها الأحبة حسب الظاهر هو العجب العجاب، لكن لا عجب، هذا حب الله. أولئك الذين خرجوا إلى زيارة الحسين مشيا على أقدامهم قبل 20 يوم، بالضبط 20 يوم، لما فرغت من مجالسي في البصرة وذهبت عن طريق البر إلى الحدود، رأيت موكبا هائلا كبيرا، سألت، قالوا: موكب ومشاية الأربعين. من أين؟ قالوا: من مدينة بوشهر. تعلمون أين بوشهر من البصرة؟ 550 كيلومتر. يا ناس، تعرفون أحدا يمشي لزيارة قبر أبيه، قبر أمه؟ المفجوع بولده يسير إلى قبر ولده مشيا على قدميه هكذا مسافات، هذا صاير أصلا؟ وهل بالله عليكم يا مسلمين يا مؤمنين، أين أنتم؟ هل تعرفون نسخة أخرى تشبه نسخة الحسين؟ أو هي نسخة مفردة في تاريخ البشرية والعالم والكون؟ الصاير، ماذا نرى في كربلاء؟ ماذا يحدث في هذه الأيام؟ ها؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في ذلك اليوم
شيد صلى الله عليه وآله وسلم مدينة فاضلة، ألا وهي مدينة الأخلاق، الغاية المنشودة من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كل الأخلاق تتجلى في مشاية الحسين وفي زيارة الحسين. الله عز وجل حينما يقول أكملت لكم دينكم، الدين الأخلاق في الحياة، سلوك الحياة، هذا معنى الأخلاق، الحياة الإنسانية. الكل يصبح إنسانا، يصبح آدميا. نعم، زوار الحسين كما أن أنصاره في يوم عاشوراء، الله أكبر الله أكبر، في أول الصباح يخاطبهم: يا أبناء الكرام. راجع، كرام يعني شنو؟ من وصل إلى حد التكامل والكرامة من هو؟ الإمام الحسين يخاطب أنصاره في أول الصباح من يوم عاشوراء: يا أبناء الكرام. وعند الظهر لما رآهم صرعى على الأرض قال: أيها الكرام. في نصف يوم طي مسافة نورية، مسافة من الأرض إلى السماء وأكثر، في نصف يوم: قوموا عن نومتكم يا كرام. في الصباح كانوا أبناء الكرام، الآن صاروا كرام. نعم، زوار الحسين لما ترى أن عالما من العلماء يقول: وجدت شخصا وأنا أمشي على قدمي من النجف إلى كربلاء في طريق الزيارة، رأيت شخصا على يده صينية كبيرة. كم من أولئك الذين حملوا على أيديهم إما صينية أو طبق أو صندوق فيها طعام، فيها أمور أخرى، دنوت منه وإذا الصينية الكبيرة مليئة بالعملة العراقية والنقود الورقية بكل فئاته، بكل الفئات، من 25 يبدو العملة الكبيرة عندهم 25 إلى 10 إلى 5 إلى الدينار اللي الآن يسموه 1000 دينار، وإلى النصف والربع، ويقول: خذوا ما تحتاجون. الله أكبر. هسا الطعام وأكل سمعنا، فلوس بعد ماكو واحد يجيب الصواني يوزع، صاير سامعين بالله عليكم. والناس كثير منهم يمر ولا يعبأ ولا ينظر إلى الصينية وما فيها من النقود والأموال، وهناك من كان يأتي ويأخذ بمقدار حاجته. والله أيها المؤمنون والمؤمنات، إن هذه الحالة لا نراها إلا في آخر الزمان، في أيام حكومة مهدي آل محمد. يقول: جلست الآخر، ولو أردنا أن نبين هذه النماذج لطالبنا المقام والحديث إلى المساء، لكن أختصر. جلست في النهار لأستريح لحظات، وإذا بشخص وقف أمامي ولم يتحرك، أنظر إليه مطرق برأسه واقف، غيرت مكاني خطوات، جلست في مكان آخر، أقبل ووقف أمامي. هذا شي يريد مني؟ هذا ليش يوقف أمامي؟ سألته: أخي ألك سؤال؟ ألك حاجة؟ قال: لا، أنا بخدمتك، شو تريد؟ قال: أنا عمل آخر ما توفق، الآن وقفت لأظلل عنك، واقف مقابل الشمس حتى الشمس لا تحوشك، أنت لا تصيبك الشمس، الشمس حرارة الشمس تلفحني، وأنا أحول بينك وبين حرارة الشمس.
أنا مظلة إليك. الله أكبر. قلت لكم والله إنها نماذج خاصة لذلك العهد. أيامي سيدي ومولاي المهدي المنتظر روحي له الفداء، هكذا تصبح الأمة إلى هذا الحد من الإيثار، من الأخلاق، من الإنسانية، من الوفاء، من المواساة، من المؤاخاة، من التحابب، من التعاطف. هكذا سوف يكون المجتمع جنة، جنة الدنيا تراها على الأرض بتلك القيادة الحكيمة الإلهية. يقول في وسط الطريق على قارعة الطريق شباب، شلون وجوه وهم جلوس يتوسلون، تعال تعال يا زائر، تعال تعال، ها عندك سؤال. لما أروح يأخذ برجلي، يمسك برجلي ويخلع حذائي، ينظف حذائي، يصبغ حذائي، يزيل الغبار والتراب عن حذائي. حتى رأيت رجل دين شيخا من الشيوخ عليه هيبة جلس معهم وهو ينظف أحذية الزوار، يصبغها ويزيل التراب عنها، ثم حينما نظف الحذاء والنعال لا يعطيه صاحبه، لا يعطيه إلى صاحبه بيده. تدري شو يسوي؟ الله أكبر، الله أكبر يا حسين، ماذا صنعت؟ لما ينظف حذاء الزائر يخليه على رأسه، الزائر يأخذ حذاءه من على رأس هذا. من يصنع؟ وهل نرى نظير هذه النفسيات العالية العظيمة؟ أبا عبد الله، هذا كله هو النصر، إن الله نصرك سيدي، هذه هي النصرة. في بعد واحد نتحدث عن زيارته فحسب. نعم، بدأت الزيارة من زيارة جابر، قال صلى الله عليه وآله: يا جابر زر قبر ابني الحسين فإن زيارته تعدل 100 حجة. الله، الله أكبر. جابر بن عبد الله يأتي، وأهل البيت والعائلة والأسرة العلوية الفاطمية المفجوعة أقبلت لتأسيس هذا البناء وهذا الصرح في زيارة الحسين سلام الله عليه. أقبلت وقد أمر يزيد خوفا على كرسيه، أمر جلاوزته وأمر الحادي أن يكون أن يمتثل لأوامر زين العابدين في الطريق لإيصال، لأن يزيد قال للإمام: قال يا ابن رسول الله أطلب حاجات ثلاثة، عندك 3 حاجات مقضية. الإمام اغرورقت عيناه بالدموع وبكى، قال: نحن أبواب الحوائج للناس، لكن الآن أنا أسألك حاجة. الناس يسألون من عندنا حوائجهم، احنا أبواب الله. الآن أنا زين العابدين علي بن الحسين، أسألك أنت يا يزيد من هوان الدنيا على الله؟ قال: اسأل. 3 حاجات مقضية. قال: الحاجة الأولى، إن عزمت على قتلي فابعث أمينا مع العائلة ليرد العائلة إلى المدينة، إلى مدينة جدنا. قال: لا، أنت الراد لحرمك إلى المدينة. الحاجة الثانية، مر جيشك وقادتك ليردوا علينا ما سلبوا منا. هؤلاء اقتحموا الخيام يوم عاشوراء وسلبوا الطفلة الصغيرة، سلبوا ذهبها وأقراطها، وهناك أشياء أخرى فيها مغزل أمنا فاطمة، جدتنا فاطمة. قال: أعطيك ثمن ما سلب. قال: لا، لقد سلبوا أشياء لا تعوض بثمن، لا تثمن بثمن، إلى آخره باختصار. الحاجة الثالثة، قال: أعطني رأس والدي الحسين لأجدد العهد به.
طول الطريق على الرمح أشوفه وهو يشوفني، لكن صار يومين ما شايفه لأنه أمر بإخفائه في الخزانة، في صندوق في الخزانة. قال لا، أما رأس أبيك فلن تراه. يزيد يقول له للإمام زين العابدين، وإذا بالإمام قال يا يزيد أظننت أني لا أراه وهو لا يراني، أنا بعيد عنه هو بعيد عني، لا والله تريد تشوف. توجه نحو الخزانة على مقربة من مجلس يزيد، صاح الإمام زين العابدين السلام عليك يا أبا، السلام عليك يا أبا عبد الله. التاريخ يقول وإذا بصوت ونشيج وعليك السلام يا ولدي. ولذلك هيأ لأهل البيت وسيلة الراحة ليعودوا، يريد يطلعهم بسرعة من الشام ليفتضح أكثر من هذا. سارت القافلة وصلت إلى مفترق طريق، الحادي أقبل إلى الإمام قال له يا ابن رسول الله هذان طريقان، طريق إلى العراق وكربلاء، طريق إلى المدينة والحجاز، أنا بخدمتكم، من أي طريق؟ قال الإمام اصبر حتى أسأل عمتي زينب. لما سألها صاحت زينب كربلاء كربلاء كربلاء، وصاحت العائلة كربلاء. الله أكبر، أي بالله بالله يا جمال مر بالغاضرية، لاحت قبور أهلي ورد حزني علي، بس بالقبور جسومها والروس بالشايا، ظلت عليه تنوح بس نسوان ويتام. يا ويل قلبي شيبيت من جاري الأيام، وش حال قلب الفارق يا عز ولي، اي مدري بهم يدرون بي شلون حالي، يا امل رحت عنهم يسير بغير والي، حتى العدو الله أكبر، حتى العدو من شاف ذي الحالي بجالي، يا ذلتي وأنا العزيز الهاشمية، شنه السبب يا أهل الشيم قليت شيمكم، يا كرام ما تدرون راح ضياع دمكم، عدوانكم للشام هل ساق وحرمكم، وما حد حماها من اليسار اي اهل الحميه. سارت القافلة وإذا بالعقيلة رمت نفسها من على ناقتها إلى الأرض وهي تنادي حبيبي يا حسين. من أين زينب؟ ما تعرف القبور. زين العابدين حينما ورى هذه الأجساد، زينب العقيلة كانت في الكوفة، شلون عرفت؟ قالت لحقتك على ريحة الخوة. إني أشم رائحة أخي، ريحة أخويا، ريحة الحسين. الله أكبر، تساقطت النساء والأطفال من على النياق إلى الأرض والكل ينادي وحسينا.
كأوراق الأشجار تساقطت، العقيلة في الأمام والبقية خلفها، إلى قبر الحسين. يا تاج رأسي ونور عيناي، خويا أنا جيتك وجبت الرأس وياه، من السبي وكانت بي سلوى يا سلوى يا سلوى يا اللي فينا وعلى قبرك قعدنا. أحد العلماء صارت له مكاشفة يوم الأربعين، فرأى الإمام الحسين واقف مطرق برأسه وزينب أمامه كذلك. لا زينب تنظر إلى الحسين ولا الحسين ينظر، عدهم اثنين بحالة حياء وخجل. رفعت العقيلة رأسها، قالت حبيبي حسين مالي أراك مطرق برأسك، ليش ما تباوعني؟ إيش بيك؟ قال أخي زينب أنا خجلان، أنا مستحن منك. أخي زينب هواية عذبتي، لقد تحملت الكثير من أجلي. الله الله أكبر. ثم قال أخي زينب أنت كذلك، أراك مستحية مطرقة برأسك، ليش؟ قالت حبيبي حسين نفذت وصيتك، لما سلمت عائلتك بيدي أوصيك بحفظ العيال. يوم العاشر وديتهم كلهم، جبتهم سالمين، أنا مستحية منك، بقيت ابنتك الصغير عزيزتك رقية، تركتها يا في خريبة الشام. خويا اجيت رقية ما جبتها وياي، هاي شبيهة امك الزهراء، هذه عزيزة قلبك هواية حبها، خليتها ودفنتها غريبة في الخرابة. هدية إلى أمواتكم، هدية إلى أموات هذا المسجد. يا الله يا الله. وإذا بسكين قامت، ليلة الأربعين، ها ليلة الأربعين لا تبقى ساكت، قامت وأسرعت نحو الشريعة، حملت ماء وصبت الماء على القاب، صاحت أبا لقد أبيح الماء، أبويا جبت لك ماء أبويا. إلى آخر لحظة كنت تنادي أسقوني شربة من الماء. ثم قامت العقيلة وقالت يا ابن أخي يا زين العابدين يا علي بن الحسين، دلني على قبر عمك العباس. يا نرايح يا نرايح العباس، أقل أي نومك يا أخويا مو محل، أنا رايح العباس جعدة وركيب جفوف فوق زند. لما وصلت والإمام زين العابدين قال عم عم هذا قبر عمي العباس، فرأت قبرا صغيرا، صاحت لطمت يا ابن أخي لقد كان العباس، أخي العباس رشيدا طويل القامة، إذا ركب الفرس المطهب رجلاه تخطان على الأرض، هذا القبر صغير ليش؟ قال عم لقد قطعوا جسده. لما حضرت إلى دفنه رأيته جثة مقطعة.
باسمك العظيم الأعظم بحق الحسين يا الله يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر أولياءك المؤمنين بحق الحسين، اشف كل مريض بحق الحسين، فك كل أسير بحق الحسين، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ مشاية الحسين، اللهم ردهم إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين. تقبل منا ومن الحاضرين بلطفك وكرمك، وبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. الله أكبر الله أكبر.